فيكم مرة أخرى، ومن صالة شيخ سعد العبد الله الصباح رحمة الله عليه للألعاب الرياضية في منطقة صباح السالم، نقول لكم وصفا تفصيليا للشوط الثاني ما بين العربي والقريم، واللي انتهى الشوط الأول كما تشاهدون أمامكم بنتيجة 19 العربي 13 القريم، بعد ما تحكم العربي في المباراة مجريات المباراة بالشوط الأول. كباتن الكبار والاستوديو التحليلي تحدثوا بهذا الموضوع، فبالتالي العرب متقدم بهذا الفارق الجماز وتسديده، ولكن تصدي من محمد الشمري، ترجع الكرة للقرين جدي ليوسف حيدر، خاطئ أيضا مثل ما حدث في الشوط الأول. الآن ببداية الشوط الثاني وأول هجمة وأول خطأ ليوسف حيدر، الكرة معه كرة مع العربي، فواز عبد الجليل يطلب من حكم مباراة بالتأكد من سلامة الكرة. حسين دشتي حكام مباراة اليوم، حسين دشتي وحمد فيصل الفري والمسجل عبد الله الصبر والمقاتل أحمد سالم والمراقب أو المراقبين لهذه المباراة الكباتن الكبار عبد الله الحداد وفوز إبراهيم. أول هدف في الشوط الثاني، أول هدف في الشوط الثاني لصالح العربي. العربي والهدف الثاني لي أو الهدف الأول في الشوط الثاني عن طريق اللاعب فواز عبد الجليل، تشاهدون أمامكم 20 العربي 13 لقرين، فارق 7 أهداف. يوسف حيدر لازار إلى يوسف حيدر مرة ثانية، لازار كرة مع لازار إلى يوسف إلى حجية إلى يوسف مرة ثانية، يوسف حيدر إلى لازار الصربي، يوسف يحاول يخترق ويمرر إلى المطوع، ولكن هناك صافرة وخطأ ورمية 9 أمتار. هذا يوسف حيدر لاعب كاظمة السابق ولاعب القرين الحالي، أيضا في موسم المواسم أيضا مثل مع النادي العربي. كرة عبد الهادي حجية إلى لازار إلى يوسف حيدر، ولكن هناك أيضا صافرة وخطأ لصالح القرين. الكرة مع يوسف حيدر، يوسف أو حاجية تسديدة من حاجية، ولكن تصدي من مهدي خان، ترجع الكرة مرة ثانية. سلامات للاعب عبد الله المطوع على ما أعتقد، ولا عبد الهادي حاجية عفوا. سلامات. هذا عمر الجيوشي. عبد الهادي حاجية اللاعب رقم 10. في هناك احتكاك حصل ما بين عبد الهادي حاجية واللاعب سلمان الشمالي، عملية ضرب الركبة لكلا اللاعبين سواء سلمان أو اللاعب عبد الهادي حاجي. هذا الهدف للسجل عن طريق اللاعب فواز عبد الجليل. هذا الإعادة لهدف فواز عبد الجليل، عملية التسليم والاستلام والتسديد القوي في الزاوية 90 على الحارس. محمد الشمبري وهدف ال20 العربي 13 لقرين، كرة مع الجدي تسديدة، ولكن تسديدة الجدي ترتطم في القائمين أو العرضة والقائم وتخرج خارج الملعب إلى الجناح الجماز، وأيضا برافو يا شمبري، برافو يا محمد يا شمبري، حاول عملية الإسقاط من قبل وليد الجيماز، ولكن صافرة وخطأ لصالح القرين. تصدي متميز من محمد الشمري لتسديدة وليد الجيماز، حاولنا يعمل عملية الإسقاط أو اللوب على الحارس، ولكن يغضت الحارس محمد الشمري يتصدى لتسديدة وليد الجيماز، لتنتقل الكرة إلى القرين. يوسف حيدر، لازار الصربي يحاول يمرر او يسدد يمرر، ولكن تمرير خاطئ، لمس منطقة الست امتار
اللاعب رقم 30 لاعب العربي، اللاعب رقم 30 لاعب العربي. عبد الله معرفي لمس منطقة الستة امتار، تمريرة خاطئة ترجع هجمة سريعة، هذا عبد الله معرفي، عبد الله معرفي وبرافو يا شمري، برافو يا محمد يا شمري، تصدي لانفرادية محمد او عبد الله معرفي وهدف، هدف، وهناك عقوبة استبعاد المؤقت لمدة دقيقتين، هناك استبعاد مؤقت لمدة دقيقتين على اللاعب، اللاعب خلينا نشوف اللاعب سلمان الشمالي، سلمان الشمالي اللاعب رقم 11، اللاعب رقم 11 والاستبعاد المؤقت لمدة دقيقتين على سلمان الشمالي، اللاعب رقم 11 الاستبعاد المؤقت على اللاعب العربي رقم 11 سلمان الشمالي بسبب احتكاك الغير قانوني او طريقة الدفاع الغير قانونية من سلمان امام يوسف حيدر ليسجل هدف 14-20-14. اول خمس دقائق عزيزي المشاهد على بداية المباراة بالشوط الثاني، الكرة مع فواز الى نصير، علي نصير الى الجزيري الى الجماز، وهذه المرة هدف، هذه المرة هدف وليد الجماز، خلاص وليد الجماز يعني كأنه يوجه رسالة محمد الشمري يقول انت تصديت لي ستين، ولكن الثالثة ثابتة، خلاص الثالثة ثابتة في المرمى، في المرمى تسديد الثالثة من الجناح الايسر للعربي وليد الجمازي يسدد ويسجل الهدف 21، لازار الى الجناح السالم، يا سلام تسديدة السالم، ولكن تسديدة السالم خارج المرمى، تسديدة السالم خارج المرمى، هذا مهدي خان، هذا فرج السالم صاحب التسديدة الأخيرة، الجناح الأيمن لنادي القرين، الكرة مع العربي، تمريرة إلى الجناح وتصدي من محمد والمرمى فاضي، ولكن في القائم، مو ماشية معك، مو ماشية معك يا محمد يا شمري، مو ماشي معاك يا محمد يا شمري، تصدى لتسديدة اللاعب العرباوي ولكن وحاول يسدد من المرمى إلى المرمى، ولكن الكرة ترتطم في القائم وتخرج خارج المرمى، أسامة الجزيري إلى بولند وهدف، هدف 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 للاعب رقم 99 حبيب سلمان بولند، حبيب سلمان بولند ابن الحارس السابق الكابتن سلمان بولند، مسي عليه كابتن سلمان، يعني الوالد كان ربنا يحفظه كان حارس والوالد لاعب دايره، عاد من يمر من الثاني، اللاعب يسدد على الوالد، الوالد يقول له لا سدد بهذه الطريقه، احنا الحراس نعرف شلون نتصدى للاعبين الدايره، تسديده وهدف اللازر، تسديده من اللازر، يعني اتوقع سلمان والوالد ربنا يحفظه الكابتن، كابتن حبيب مسي عليك كابتن سلمان بولند، والابن حبيب يقعد قبل المباراة ها يا يبا شلون اسدد بهذه الطريقة، الحارس شلون يتحرك، طبعا خبرة الكابتن سلمان بولند طبعا يعطي الخبرة والخبرة والخبرة الموجودة لهذا الحارس السابق النادي العربي بإعطاء الابن الخبرة في المباراة أرضية الملعب، أسامة الجزيري إلى فواز، ربنا يحفظكم، ربنا يحفظ جميع لاعبينا، يا نصير يا نصير يا نصير يا نصير، يا علي يا علي يا علي، عطني 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 ياها، عطني 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 ياها، عطني علي يا علي يا علي يا نصير، صح صحنا صحينا صحينا على هذا الهدف، صحانا صحانا علي نصير على هذا الهدف الجميل، هدف هدف، برافو يا علي يا نصير، هدف يعطيك الحيوية، هدف مثل ما دائما أتحدث مثل هذه الأهداف، هدف يعني يكحل العين، هدف علي نصير يكحل العين، يونس لاعبي اليد يحبون هذه الأهداف الجميلة، عملية الثبات من التسعة متر أو من السبعة متر وتزيد المفاجئ من الثبات على الحارس، هذا ما عمله لاعب منتخب الشباب علي نصير بهدف جميل سجل عن طريق هذا اللاعب الشاب الجميل الرائع، الهدف 23-15، كرة مع النصير إلى الجناح، ولكن الكرة تلمس
يوسف حيدر، حمد فيصل ربنا ندوم عليك هذه الابتسامة، أنت ومن يجد داخل أرضية الملعب ومن يتابعنا خلف هذه الشاشة، ربنا يسعدكم اليوم ودوم إن شاء الله يا رب. الكرة مع العربي، حسين كرم، حسين وتصدي من الشمري، تمريرة فعملت الفاس، وأيضا خطأ من محمد الشمري وقطع من الجيماز، قطع من الجيماز. الأشياء المميزة في الفريق العرباوي يعني خلال ما شاهدته في هذه المباراة عملية التحول الدفاعي السريع، عملية الارتداد من الهجوم إلى الدفاع وتغطية المنطقة بشكل مناسب، كل هذا يحسب للكابتن الدكتور فول أحمد فولاذ. وخطأ والاستبعاد المؤقت لمدة دقيقتين على من؟ على من؟ دقيقتين على من؟ على يوسف حيدر، على يوسف حيدر، يوسف حيدر لاعب رقم 90، لاعب رقم 90 يوسف حيدر والاستبعاد المؤقت، هذا يوسف حيدر تشاهدون أمامكم والاستبعاد المؤقت لمدة دقيقتين. 23-15 حسين جناح مع رفي، يا مع رفي وهدف عبد الله، عبد الله مع رفي وهدف، هدف لا لا لا، العربي 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 هذا الموسم غير، العربي هذا الموسم غير. بتقول شلون غير؟ يبين الفريق، يبين ان في 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 منظومه داخل ارضيه الملعب، العربي قاعد ينوع عمليه التسجيل والتصويب، العربي قاعد يلعب بطريقه صحيحه اثناء العمليه الدفاعيه الهجوميه، عمليه الدفاع الهجوم او عمليه الهجوم الدفاع اللي قاعد يعملها العربي، جهد كبير يقوم فيه الدكتور احمد فولاذ للنادي العربي، وهدف للازار. ولكن هناك نقول بعض الرتوش، هذا شيء يعني شيء موجود باي فريق، لابد لكل فريق ان توجد فيه بعض السلبيات، ولكن مجمل العمل الموجود داخل ارضيه الملعب شيء نشيد فيه صراحة بفكر الدكتور أحمد فولاذ على هذا الأداء اللي قاعد يقدمه العربي في هذه المباراة. الكرة مع نصير، وخطأ خطأ خطأ لصالح العربي، خطأ لصالح العربي، العربي إذا ما اكتمل، أيضا في أربع لاعبين عنده إصابات، مهدي الحداد، عبد الرحمن بالول، وليد القلاف وأحمد حسين، متى ما اكتمل هؤلاء لا، دخول خاطئ على فواز، دخول خاطئ على فواز، متى ما اكتملت هذه المنظومة وهذه وهؤلاء اللاعبين مع منظومة العربي، العربي هذا الموسم رقم صعب، العربي هذا الموسم اخذوها مني ومن بداية أو بداية نقول القسم الثالث للدوري الممتاز، العربي سوف يكون مرعبا في قادم الأسابيع، اخذوها مني من الحين، اخذوها مني، العربي راح يكون يعني من المنافسين للدوري، نتابع ان شاء الله في الاسابيع القادمه هل يكمل العربي بما عمله من بدايه الموسم بفوزه على كاظمه في بدايه الموسم بدايه الدوري وبطل السوبر والخساره من نادي الكويت صاحب التاريخ في السنوات الأخيرة بفارق هدفين، والآن يقدم مستوى جميل ورائع أمام القرين. نعم هناك فارق ما بين فارق المستوى الفني ما بين القرين والعربي، ولكن من خلال ما يقدم العربي من بعض التكتيكات داخل الملعب، تسديد الجدي ورمية جزاء، رمية جزاء، دفاع من داخل منطقة الستة أمتار، واضحة منطقة الستة أمتار، وإشارة واضحة من حمد فيصل، ولكن ما نشاهده من العربي بمنظومة داخل الملعب شيء آخر. رمية جزاء لازار ومهدي، مهدي ولازار وهدف لازار، لازار وهدف، هدف للازار اللاعب الصربي، اللاعب الصربي، اللاعب الصربي لفريق القرين، والرمية الجزائية ويسجل الهدف. هذا اللي عاد لاحظ الدفاع من داخل منطقة الستة أمتار، وقرار سليم من حكم مباراة حمد فيصل. إذا ما تحدثنا أيضا عن القرين راح نتكلم بعد هذه الهجمة. فواز إلى حسين كرم، اللعب السلبي، فواز لابد أن يسدد، راح يسدد فواز، تسديده وهدف، فواز وهدف،
فواز مستواه تغير عن الموسم الماضي. فواز يسدد من خارج منطقة التسع امتار، فواز يسدد في الوقت الحرج، فواز يسدد بطريقة صحيحة من خلال هذه التسديدات وهذه الأهداف. أيضا لابد أن نشيد بنادي القرين بالعناصر الشابة اللي قاعد تشارك فيها نادي القرين، اكتساب الخبرة، نعم اكتساب الخبرة من الآن في 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 لاعبين شباب مثل عبد الهادي حاجية، هذا اللاعب عبد الهادي حاجية، أيضا فرج السالم، محمد العربيد، أسماء جميلة رائعة قدمها نادي القرين بهذا الموسم عبد الهادي. ولكن رمية جزاء لابد أن نشيد بمجلس إدارة نادي القرين وأيضا الكادر الفني والإداري لنادي القرين بظهور هاللاعبين الشباب واكتساب الخبرة. ممكن يقول لك ان القرين بس ان كابتن ما قاعد ينافس، صحيح ما قاعد ينافس، ولكن الطريقة هذه رأيي الشخصي طريقة صحيحة، يخرج لك كوكبة من اللاعبين الشباب وبالتالي يكون منافسا. لازار ورمي جزاء، لازار وهدف على حسين الدشتي، لازار وهدف على حسين الدشتي. طريقة ايضا او فكر ادارة نادي القرين عمرو الجيوشي بقيادة هذا المدرب، نتمنى ان نشاهد القرين في السنوات القادمة احد الفرق المنافسة على بطولة الدوري، لما لا؟ ليش لا؟ تلعب تأدي صح، تفكر صح، تخطط صح، تلاقي صح. تبني غلط راح تلقى غلط واخطاء واخطاء. تصدي من مشعل الشاطئ بتسديدة من فواز عبد الجليل، ترجع الكرة للقرين، لازار الى المطوع، تسديدة المطوع ولكن في القائم، وترجع هجمة سريعة ايضا لازار، تقطع وترجع مرة ثانية فواز الجماز، وخطأ خطأ لصالح وليد الجماز. مباراة سريعة، مباراة جميلة، نعم هناك فارق كبير 7 أهداف وانتصفنا الشوط الثاني عزيزي المشاهد، ولكن ما نشاهد الآن بعض اللمحات الفنية الجميلة داخل أرضية المباراة سواء من القرين أو من العربي. تحدثنا عن العربي وأشدنا بالعربي، أيضا أشدنا بالقرين من خلال الفكر موجود لدى إدارة نادي القرين بتكوين فريق شاب يكون منافسا في السنوات القادمة. خطأ على علي نصير، كرة مع القرين، لازار تسديدة وهدف من لازار. حاول مهدي خان أن يتصدى لتسديدة لازار ولكن الكرة تدخل داخل المرمى. هذا الإعادة وهدف للقرين، الهدف 19 للقرين، هدف 19 للقرين، 25-19، فارق 6 أهداف، آخر 14 دقيقة على انتهاء الشوط الثاني والمباراة. محمد نبيل إلى علي نصير، يا علي، بسم الله ما شاء الله عليك يا علي يا نصير، بسم الله ما شاء الله عليك يا علي يا نصير. هدف جميل لعلي نصير. الكرة مع القرين، 26، لازار للمطوع، عدم التمرير الجيد، تنتقل الكرة للعربي، كرة مع العربي، فواز وبرافو يا الشطي، برافو يا الشطي، برافو يا مشعل يا الشطي على هذا التصدي. ثبات الجيدي وهدف محمد الجيدي، وهدف لمحمد الجيدي، ولكن برافو لمشعل، مشعل هذا هدف محمد الجيدي. نبي التصدي مشعل الشطي، لاحظ هذا هدف علي نصير الجميل، هذا الإعادة، تصويبة علي نصير بطريقة جميلة، وهدف جميل. الكرة معه حسين كرم إلى علي نصير، حاول مرة ثانية ولكن ترتدم في عاط الصد لفريق القرين، ترجع الكرة مرة ثانية،
الى محمد نبيل اللاعب رقم 23. ترجع الكره يحاول نبيل الى نصير الى معرفي وهدف عبد الله معرفي. هدف محمد او الى عبد الله معرفي. عبد الله معرفي وهدف. هدف هدف. هذه تمريرات محمد نبيل الى علي نصير الى عبد الله معرفي. ايضا النادي العربي قاعد يلعب اللاعبين الصغار في بعض الاحيان حتى يتجانسوا مع منظومه الفريق بشكل عام وعمليه التجانس مع لاعبي الخبره ولاعبي الفريق الاول. كره مع تسديده عبد الهادي واستبعاد لمده دقيقتين على نضال العمري. طال على طول نضال العمري. نضال العمري عارف نفسه المحترف التونسي لنادي العرب. نعم هذا اللاعب شاهدون امامكم استبعاد المؤقت لمده دقيقتين. عارف نفسه انه سوى غلط. عارف نفسه انه سوى غلط. لاحظ عمليه الدفاع بوجه اللاعب. بوجه اللاعب هذه العاده. لاحظ لاعب حتى ما اعترف على قرار حكم مباراه كانه راكض انه يبي ياخذ الدقيقتين او ما يبي الدقيقتين، ولكن يعني عارف نفسه انه ارتكب خطا واعترف بقرار حكم المباراه واحترم قرار حكم المباراه. هذا عبد الله مطوع من اللاعبين الشباب. ربنا يحفظك يا عبد الله، ربنا يحفظك يا عبد الله، انت ومن يوجد على هذه الصاله ومن يتابعنا خلف الشاشه. تسديده لازار. خطا 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 خطا. هذا لازار الصربي لاعب القرين. هذا حمد فيصل. كره مع لازار ليوسف عيدر. لازار يا سلام. ما كملت. تمريره حلوه. عمل تمريرات ثلاثيه جميله رائعه من القرين الى عبد الله العنزي ليسدد، ولكن الكره ترتطم في القائم وتخرج خارج المرمى. 27 20 27 20. سبعة وعشرين عشرين. سبعة وعشرين العربي 20 القرين. آخر 10 دقائق اللعب السلبي. كرة حسين كرم إلى علي نصير راح يسدد. لابد من التسديد. تسديد وخطأ. خطأ خطأ خطأ. تمريرة واحدة شارة واضحة. يمرر ويسدد. يمرر ويسدد. راح يسدد علي نصير. ياه يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي. انا راح اصفق مع الجمهور. انا راح اصفق مع الجمهور يا علي. انا راح اصفق. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ربنا يحفظك يا علي. ربنا يحفظك يا علي يا نصير، وربنا يبعد عنك الاصابه. لاعب بهذه الامكانيات وبهذا الارتقاء العالي والتصويب المتقن تستاهل الإشادة. تستاهل يا علي يا نصير الإشادة. وخطأ عبد الله مطوع. خطأ عبد الله مطوع. يعني الشيء الجميل في هذه المباراة عزيزي المشاهد ظهور أكثر من لاعب، ظهور أكثر من اسم. كل الشكل لأعضاء مجلس إدارة الفريق النادية صراحة سواء القرين أو العربي. الكرة مع العربي. طبعا علي نصير كان من اللاعبين المشاركين في المواسم الماضيه، ولكن الاصابه اللعينه ابعدتنا من متعه مشاهده هذا اللاعب. الان رجع بالسلامه ونتمنى له السلامه. ربنا يبعد عنك الاصابه يا علي. محتاجينك يا علي. علي يا نصير واي لاعب متميز في بطوله الدوري محتاجينك للمنتخب. بس خلاص الان الفتره القادمه منتخب الشباب وصل لكاس العالم ان شاء الله، ومن خلاله احد اللاعبين المتميزين يعتبر علي نصير. حافظ على نفسك يا علي، ابتعد وربنا يحفظك ان شاء الله من الاصابات، وتكون احد العناصر الاساسيه المشاركه لمنتخب الشباب ان شاء الله بكاس العالم. الكره مع علي الشمالي، ولكن دخول خاطئ على علي الشمالي. دخول خاطئ على سلمان الشمالي، عفوا سلمان الشمالي. لازار لازار وخاطئ على لازار. دخول خاطئ على لازار. دخول خاطئ على الصربي لازار. ترجع هجمه سريعه للعربي. يا مشعل يا مشعل يا مشعل يا الشطي يا مشعل يا الشطي. برافو برافو. احد نجوم هذه المباراه. ترجع مره ثانيه وهدف بكل قوه. هدف 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 بكل قوه للاعب مسلم حسين. مسلم حسين
هذا مسلم، مسلم حسين تسديده بكل قوه، عمليه الفنت والخداع من امام علي نصير اللي يسدد على يمين الحارس حسين دشتي ويسجل الهدف ال 21 28 21 28 العربي 21 القرين. اهداف جميله سجلت في هذه المباراه عزيزي المشاهد، اهداف ممتعه سجلت في هذه المباراه اعزائي المشاهدين، اهداف تكحل العين وتمتعنا وتونسنا. علي ونسنا، علي يا علي يا علي، علي يا 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 نصير، خلص فيك الكلام يا علي، علي نصير خلص فيك الكلام، خلص فيك الكلام يا ابو حسين. علي نصير، علي نصير متعنا وونسنا وكحل عنا علي نصير اليوم بهذه الاهداف الجميله والرائعه، اهداف جميله يسجلها علي نصير. الكره مع القرين، لازار الى عبد الله العنزي، لازار الى يوسف، لازار مره ثانيه الى حاجيه عبد الوهادي، يوسف حيدر، يوسف الى حاجيه وخطا، خطا دفاع دفاع. انا قاعد اقول لكم العربي، العربي هذا الموسم راح يكون غير، العربي هذا الموسم غير غير يا جماعه. تسديده وتصدي، ترجع هجمه سريعه وانفراد، انفراد، هدف 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 الجماز، الجماز هدف 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 الجماز. العربي، العربي غير، العربي 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 هذا الموسم غير، العربي هذا الموسم رقم صعب، العربي هذا الموسم فريق منافس، العربي هذا الموسم بقيادة الدكتور أحمد فولاذ غير، مستواه مستوى آخر مما شاهدناه بالموسم الماضي واللي قبله مع هذا الموسم بقيادة الدكتور أحمد فولاذ. هذا عمر الجيوش مدرب القرين، العربي يقدم ويمتع ويستمتع، قاعد يمتعنا، قاعد يستمتع، هم لاعبين العربي نفسهم قاعد يستمتعون داخل أرضية المباراة من خلال هذا الأداء. المطوع تسديدة مطوع ولكن خارج المرمى، تسديدة ما عليه عبد الله، ما عليه، نكتسب الخبرة، نكتسب الخبرة يا عبد الله يا مطوع، برافو، ما عليه يا عبد الله، ما عليه، نكتسب الخبرة. خاطئ خاطئ خاطئ، مشي بالكرة، خطأ مشي بالكرة، لابد لابد أن نشيد. هذا محمد نبي صاحب الخطأ الأخير، مشي في الكرة، مشي بالكرة، مشي أربع خطوات من قبل محمد نبي، مشي بالكرة أيضا، لابد أن نشيد صراحة، هذا الإعادة، هذا خطأ محمد نبي، مشي في الكرة أربع خطوات، لابد أيضا نشيد أعزائي المشاهدين بهذه المباراة بالحكمين صراحة، حمد فيصل وحسين أشكناني بالقرارات الصحيحة والمناسبة. أيضا أحد نجوم هذه المباراة حمد فيصل وحسين أشكناني. الكرة للجدي للدائرة ولكن تصدي من حسين دشتي، تصدي من حسين دشتي، هذا حسين دشتي، هذا حسين دشتي. بعض الجماهير العرباوية اللي حاضرة لأرضية المباراة واللي حاضر للصالة لمساندة الفريق العرباوي. كرم العربي الجماز إلى حسين كرم، إلى محمد نبيل، إلى حسين، علي نصير، سلمان العربي قاعد يلعب غير محترفين، تسديدة من سلمان ولكن تصدي من مشعل الشطي أحد نجوم فريق القرين في الشوط الثاني، مشعل الشطي أحد نجوم المباراة في الشوط الثاني. حاجية، حاجية تسديدة ولكن أيضا تصدي من يا يا سلام 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 عليك يا حسين يا دشتي، ويا سلام عليك يا مشعل يا شطي، والاستبعاد المؤقت لمدة دقيقتين على اللاعب وليد الجماز. هذا هذا بسم الله ما شاء الله عليك يا دكتور احمد فولاذ، برافو احمد فولاذ، برافو احمد فولاذ على هذا المستوى اللي قاعد يقدمه العربي في مباراة اليوم، كمنظومة، كمنظومة جميلة، كمنظومة رائعة، كمنظومة نقول مرتبة داخل أرضية الملعب. نشيد بالمدرب الوطني الكابتن احمد فولاذ، تنقطع الكرة محمد نبيل، محمد نبيل، انفراد
الصياد وهدف هدف 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 لمحمد نبيل، هدف للعربي، هدف العربي يا جماعة، ياكم كل قوة. رسالة 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 شديدة اللهجة من العربي بهذا الموسم، العربي ياكم بكل قوة. هدف للعربي 31-21 وهدف هدف للقرين عن طريق عبد الهادي حاجية. هذا عبد الهادي حاجية، أهداف سجلت جميلة، أهداف ممتعة استمتعنا فيها بأهداف جميلة من قبل لاعبي الفريقين سواء القرين أو العربي. طبعا مباريات اليوم أعزائي المشاهدين، هناك ثلاث مباريات بعد هذه المباراة كاظمة والكويتة، سوف تكون بصوت الأستاذ والمعلق الكابتن الكبير أستاذي ومعلمي جاسم ذياب، هو من سيعلق على المباراة القادمة ما بين كاظمة والكويت ومن ثم برقان واليرموك، وسوف تكون بصوت الكابتن الكبير عيسى عبد القدوس، هو من سيعلق على المباراة الثالثة. تمتعوا اليوم متعة الدوري الممتاز اليوم من خلال ما سنشاهده بعد هذا اللقاء إن شاء الله. تسديد فواز، ولكن مشعل 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 الشطي أحد نجوم هذه المباراة، مشعل الشطي أحد نجوم هذه المباراة. الكرة إلى الجناح لعنزي، لعنزي عبد الله وهدف، هدف لعبد الله لعنزي، هدف هدف لعبد الله لعنزي، الهدف 22 آخر دقيقتين، آخر دقيقتين على انتهاء الشوط الثاني. هذا اللي عاد، هذا اللي عاد الزاوية البعيدة على حسين دشتي ليسدد ويسجل الهدف 23 31 23 31 العربي 23 القرين. الكرة مع محمد نبيل، خطأ خطأ ورمية حرة، آخر دقيقة ونص، دقيقة ونص على انتهاء الشوط الثاني والمباراة. محمد نبيل وهدف سلمان الشمالي، سلمان الشمالي، سلمان الشمالي، هدف هدف لسلمان الشمالي، هدف لسلمان الشمالي، الهدف 32 آخر دقيقة، الدقيقة الأخيرة. كرة مع محمد الجدي، يحاول محمد يخترق ولكن هناك صافرة وخطأ، صافرة وخطأ. خلاص الدقيقة الأخيرة على انتهاء الشوط الثاني والمباراة. عزيزي المشاهد، أهداف ممتعة استمتعنا بأهداف جميلة، نعم هناك فارق في المستوى الفني، فارق في النتيجة، ولكن كانت هناك أهداف جميلة سجلت من قبل الفريقين. خطأ خطأ، تمريرة خاطئة، فاست بريك سريع، تمريرة خاطئة أيضا من حسين دشتي. آخر 40 ثانية، آخر 40 ثانية على انتهاء الشوط الثاني والمباراة. عزيزي المشاهد، خاطئ خاطئ لصالح القرينة، هذا العربيد عبد الهادي إلى مسلم حسين إلى عبد الهادي حاجية، عبد الهادي تسديده ولكن تسدد وترجع مرة ثانية وريباند وهدف، عملية الريباند وهدف، هدف 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 للقرين عن طريق اللاعب محمد العربيد. خلاص الخمس ثواني الأخيرة أعزائي المشاهدين، آخر خمس ثواني، آخر خمس ثواني، نعم أعزائي المشاهدين أطلقت الصافرة بانتهاء العربي والقرين بفوز العربي على القرين بنتيجة 32 العربي 23 القرين. مبروك للعربي، هارتك للقرين. كان معكم محمد الشكري، أمل أن تكونوا قد استمتعتم أعزائي المشاهدين بوصمة لهذه المباراة، على أمل أن نلتقي بكم في قادم موعد والمباريات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولننتقل الآن إلى استديو التحليلي وزميلي الكابتن الكبير عبد الله حسين وضيوف الكرام الكابتن عبد الله جاسم والكابتن رائد الزعابي.